يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 35، الصغرى 22، إسكندرية 29 22، مطروح 28 20، بورسعيد 29 22، الإسماعيلية 36 21، وجوها حار. بالنسبة للسويس 35 22، العريش 30 21، طابة 38 23، شرم الشيخ 42 29، الغردقة 42 28، وجوها شديد الحرارة. بالنسبة للأقصر 45 28، أسوان 46 28، الوادي الجديد 45 26، شلاتين 40 29، حلايب 37 28، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.